متتبعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، هاد الدوار اللي كتشوفوا معنا دوار السوامر، جماعة ديال الزقوطة، منطقة ديال الشراردة. الإخوان، غنقول لكم إن شاء الله واحد المقطع ديال واحد الفيديو، تشوفوا قد الفلاحة الموسمية ديال الحبوب، شوفوا الناس فين وصلت في الفلاحة ديالها وشنو مفلحين. تحية لكم جميعا أيها المشاهدين الكرام، وخليكم على الفيديو الإخوان، ما تنساوش تابونوا معنا في القناة وديروا الضغط على الجرس، ما تنساوش لايك، ما تنساوش بارتاج. تحية لكم جميعا أينما كنتم، خليكم مع هذا المقطع جميل وهذا المقطع ديال الفلاحة، غتشوفوا معنا إن شاء الله. نهبطنا لهاد الدوار هذا باش ننقلوا لكم شويه الاجواء الفلاحيه. شوفوا تبارك الله، المنطقه اللي كتشوفوا من هنا راه من هاد الدوار حتى لواد سبو، كما كتشوفوا معنا الاخوان على طول المسافه ديال يعني اللي شادين في الفيديو، راه كل مناطق فلاحيه، وهذوك المناطق الخضراء راه كيتواجد فيهم الحمص الاخوان، وكاين الناس اللي دايرين حتى البصله تبارك الله، اللهم بارك. كاين شجر الزيتون واخا هو قليل شويه، ولكن راه كاين. كما كتشوفوا معنا الزرع لا اخواننا، وبالنسبه للحبوب راهو الحمد لله الخير متوفر والخير موجود. كما كتشوفوا معنا الاخوان، هذه المناطق كامل كتبين لكم المناطق ديال الفلاحيه ديال الزرع، وهذو بعد الاشجار ديال الزيتون اللي راهم باقين يلاه يلاه مغروسين هنا واحد تقريبا واحد العامين هذو. وهنا غتشوفوا معنا الطريق اللي غادي للزقوطه، الطريق اللي غادي للزقوطة غادي تحت من هذاك الجبل اللي شفتو معنا، هي هذيك الطريق راه الاخوان، ها هي اللي دايزه من حدا هذاك المسجد، هاد الجامع راه هو كيبان لكم دايزه حدا هذاك الدوار تما، من تما غادي للزقوطة. وتحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، وخليكم مع هاد المقطع هذا وفرجة ممتعة، والسلام عليكم. موسم فلاحي جيد الاخوان في هذه المنطقه ديال الغرب شراردة، الحمد لله. يعني هنايا شويه الناس اللهم لك الحمد، ونتمنى ان شاء الله بعد المناطق تاعي في المغرب تكون ان شاء الله شويه فيها شويه ديال الحبوب. تحيه لجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، ورجه ممتعه الاخوان، تحيه لكم جميعا.